السلام عليكم. هنتكلم ان شاء الله عن تكمله النيمونيا. وقفنا على الانفستيجيشن، التحاليل والفحوصات والاشعه اللي ممكن اطلبها في حاله الالتهاب الرئوي او النيمونيا. اولا الايمجينج، بعدين اللاب، تمام؟ بعد كده انفستيجيشن فور كومبليكيشن. طيب الايمجينج، الاكس راي. الاكس راي هلاقي ايه؟ نورمالي اللاين فيها هواء، الهواء ده بيبان في الاشعه بلون ايه؟ اسود. يبقى الهواء في الاشعه بيبقى لونه اسود. طيب فرضا دلوقتي احنا قلنا النيمونيا، يعني ايه نيمونيا؟ يعني انا شلت الهواء حطيت بداله ماده صلبه، حطيت بداله اكسيديت ار بي سيز واي بي سيز فايبرين اللي هو الايه؟ اللي هو الاكس ريت او الصليد اللي اتكون ده، يبقى دي ماده صلبه هتظهر في اللنج، هتظهر في الاكس راي بالشكل الابيض، بنسميها هوموجينس اوباسيتي. طيب اوباسيتي يعني عتامه، تمام؟ نتيجه الغليظ في بعضها عشان ايه اكس ريت. وليه هوموجينس؟ لان مش احنا قلنا ان اللوبر نيومونيا، اللوبر نيومونيا حضرتك الانفستيجيشن بتاعت اللوبر نيومونيا، اللوبر نيومونيا كانت بتختص على بعضه. فالعتامه اللي هتيجي متكامله، يعني تيجي ايه لوكشه واحده كده حته على بعضها. يعني مثلا لو ان مثلا دي الليفت لانج بتكون الابر لوب واللور لوب، الابر لوب مضروب، فالابر لوب كله هيظهر في ايه؟ بالشكل عتامه لونها ابيض بالشكل ده كده. لو جينا مثلا هنا ادي مثلا دي رايت لانج، هنبص كده ده في ايه؟ في عتامه لونها ابيض بالشكل ده كده، هوموجينس اوباسيتي، تمام؟ ماشي. طيب ممكن الاقي في كومبليكيشن، مش احنا قلنا ممكن يتجمع ميه في البلورال ساك اللي هي البلورال افيوشن، تمام؟ ممكن الاقي في بلورال افيوشن وشرحناها بالتفصيل لوحدها. ممكن نلاقي لانج ابسس تبقى كافيتي كده فيها ايه؟ فيها شويه مص، نسميها لانج ابسس، تمام؟ هناخدها بالتفصيل في التسجيل بعد كده. طيب اللاب، انا ممكن اخد عينه من السبيوتم البلغم داون، اخد عينه منه واعمل كلتشر انسنسيتيف، ابعت له بتوع مايكرو يحللوا البلغم داون ويشوفوا انهي اورجانيزم موجود فيه. هلاقي مين؟ هلاقي نيوموكوكاي. النيوموكوكاي اللي هي عباره عن جرام بوزيتيف ديبليكوكاي، تمام؟ كنا بنصبغها في الجرام ونحطها على كلتشر وميديا والكلام كده بتاع المايكرو ده، تمام؟ طيب البلاد ليكتشر، هلاقي في ليوكوسيتوزس، هلاقي في ليوكوسايت خلايا الدم البيضاء عاليه. طيب وايه شيفت تو ذا ليفت؟ يعني ايه كلمه شيفت تو ذا ليفت؟ من المعروف عندنا ان الليوكوسايت بتتقسم، عندنا في نيوتروفيل وبيزوفيل وايزينوفيل، كل خليه من الخلايا دي ليها نسبه. وليكن مثلا هنقول ان الواي بي سيز عددهم 10، مجازا هنقول 10، قال لك متقسمين مثلا النيوتروفيل 2، البيزوفيل 3، الليمفوسايت 4، كده متقسمين كل خليه منهم ليها نسبه من الواي بي سيز. هنا بقى ساعات بيحصل شيفت تو ذا ليفت، يعني ايه؟ يعني خلايا تطغى على باقي الخلايا الثانيه، خلايا تطغى على خلايا على باقي الخلايا الثانيه، بما ان دي بكتيريا الانفكشن، فالخلايا اللي هتعلى معانا هنا نيوتروفيل، تمام؟ فلاقي نيوتروفيل عاليه قوي. حاجه كمان النيوتروفيل لما بتطلع في عندنا ماتيور سيل وان ماتيور سيل. الماتيور سيل بنسميها ايه؟ الباند سيل، بنسميها ايه؟ في عندنا باند سيل وسيجمنت سيل، تمام؟ باند سيل وسيجمنت سيل اللي هي الماتيور سيل والان ماتيور سيل. نسبه الان ماتيور للماتيور سيل 1 ل 10، تمام؟ يعني كل خليه ان ماتيور قدامها 10 خليه ماتيور. دلوقتي بما ان في بكتيريا انفكشن نيمونيا، البومرو بيتهبل شويه، عايز يطلع اي خليه دم بيضاء، عايز يطلع اي نيوتروفيل باي شكل عشان تحارب الاورجانيزم ده، فبيطلع اماتيور سيلز كتير، فتبدا النسبه اللي هي 1 ل 10 دي تبقى ايه؟ تتعكس قوي وتزيد شويه، يعني مثلا تبقى 3 الى 4 او 3 الى 5، يبقى اذا الاماتيور سيل بدات تزيد معايا، بنسموا الحركه دي شيفت تو ذا ليفت، تمام؟ البلاد كلشر هلاقي فيه نيوموكوكاي، نيوموكوكاي، تمام؟ طيب الاي بي جي اللي هو الايه؟ الارتيريال بلد جازس، اعمل تحليل غازات دم، غازات دم دي هلاقي فيها ايه؟ هلاقي فيه الاكسجين قليل، هلاقي فيه اكسجين قليل، هم مش احنا قلنا ان الكونسوليديشن بيقلل المساحه اللازمه للتنفس، فيبدا الهواء اللي داخل قليل، الهواء اللي داخل ايه؟ قليل، فالاكسجين يبدا ايه؟ يبدا يقل. ماشي، الانفستيشن للكوميونيكيشن، احنا قلنا ممكن يحصل ايه؟ بالورال افيوجن، فممكن اسحب الميه اللي كونت دي واعمل لها ايه؟ اعمل لها اناليسز، ممكن الاقي ترانس يوريت، ممكن الاقي اكس يوريت، الاقي كايلاس، الاقي هيموراجيك، خدناها بالتفصيل في الجول ورا الفيوشن. ماشي. الديفرنشال دايجنوز، اي حاجه تعمل فيبر، اي حاجه تعمل فيبر في موجوده في التروبيكال او موجوده في الشابتر انفيكشن عندنا الديفرنشال دايجنوز بتاع الفيبر بنسميها الفيبر اوف ان نون اوريجين، تمام؟ اي حاجه تعمل ايه؟ فيبر زي مثلا اكيوت لانج ابس. طيب افرقها من الكولابس والكونسوليديشن والبلورال افيوجن، تمام؟ افرقها من ايه؟ كولابس والكونسوليديشن والبلورال افيوجن، لان دول بيزودوا التي بي اف، حاجه اسمها التي بي اف بالزيت، بيعملوا دولنس، تمام؟ لازم افرق النيمونيا عن الحاجات دي. ماشي، افرقها كمان هناخد بعد كده جدول بالتفصيل بيقارن ما بين اللوبر نيمونيا والبرونكو نيمونيا، هاخده كمان شويه. ماشي، التريتمنت اعالجه ازاي؟ اول حاجه في جنرال وسبيسيفيك وسيمتوماتيك وتريتمنت للكومبليكيشن. ناخدها من تحت كده، تريتمنت للكومبليكيشن عندنا البلورال افيوجن اعالجه، قلنا بالتفصيل علاج البلورال افيوجن زي مثلا انا بعمل اسبيريشن وبديله انتي بايوتيك والحاجات دي. طيب في عندنا سيمتوماتيك تريتمنت، سيمتوماتيك تريتمنت زي ايه؟ انرجيستيك،
عنده بين وحاسس بوجع اديله ايه؟ مسكن. طيب الانتي بايوتيك في سخونيه اديله ايه؟ انتي بايوتيك خافض الحراره، يبقى خافض الحراره وايه؟ ومسكن. طيب عنده كف، عنده كحه، يا اما تكون ناشفه يا اما تكون بلغم. الكحه الناشفه دي احنا قلنا بتحصل في الايرلي ستيج، يبقى لسه مينيمال اكسيوريت، تمام، ما وصلش لمرحله البلغم. طيب هل دلوقتي انا اديله طار البلغم؟ لا، مش هديله طار البلغم، هديله حاجات تقلل الكحه بس، نسميها الانتي فاسيل او اسمها الكف سيلاتيف، زي مين؟ زي الكوديين فوسفيت. يبقى الكوديين فوسفيت يعمل سبريشن للكف، بيقلل الكف، تمام؟ ماشي. البرودكتيف يعني الكحه دي بقت ببلغم، اللي هي في الستيج اوف الباثوزيشن والستيج اوف ريزوليوشن. احنا البلغم ممكن يكون اصفر، ممكن يكون اخضر، ممكن يكون احمر، ممكن يكون مصدي براس سبيوتم، ممكن يكون وتري، تمام، على حسب المرحله اللي هو فيه. انا بدي له حاجات اولا تدوب البلغم، مش احنا قلنا فيه اكسيريت، وكان الاكسيريت ده كان الماكروفاج بتكسره عشان يبقى وتري. قال لك بقى انا هساعد الماكروفاج، هدي لها حاجات تدوب البلغم معاها، ادي لها ميكوليتيك تدوب البلغم، وادي لها حاجات تطرد البلغم اكسبكتورات، تمام. يبقى مذيب للبلغم وطارد للبلغم. مذيب للبلغم زي مين؟ زي البروم هيكساين، البروم هيكساين، تمام. طارد للبلغم زي مين؟ زي البوتاسيوم ايودايد، تمام. طيب والاكسجين هيليشن، محتاج اكسجين، ادي له ماسك اكسجين، او ادي له مثلا ادخله على ميكانيكال فنتيليشن، جهاز تنفس صناعي، ماشي. في حاجات جنرال اريحه بالريس، تمام. البروبر نيتريشن، ادي له اكل كويس وكده والفلويد والحاجات دي نيتريشن. طيب سبيسيفيك، اشوف الاورجانيزم اللي هو عمل النيمونيا دي، غالبا بيبقى ستاف او ستريبت او كده، اعالجه بمين؟ اعالجه بيه كريستالين بنسلين جي، كريستالين بنسلين جي لمده 7 ايام، لازم الكورس 7 ايام، تمام؟ كريستالين بنسلين جي. طيب فرضا عنده حساسيه ضد البنسلين، ادي له مين؟ ادي له اريثروميسين، ادي له سيفرسبور، تمام؟ طيب في الريزيستنت كيسز، لا يعني انا اديت له الحاجات دي وما خدش، يبقى اذا في اورجانيزم ثاني، يبقى اذا الانتيبيوتيك اللي انا مديه غلط. فانا بعمل ايه؟ بعمل كلشر اند سنسيتيفيتي، بوديها لبتوع مايكرو، اخد عينه من السبيوتم او برونكو قلب الارتفاج، اخد عينه دي وابعتها لبتوع مايكرو، اقول له حدد لي نوع الاورجانيزم وحدد لي نوع الانتي بايوتيك السنسيتيف ليها، تمام؟ تمام. في برونكو نيومون، البرونكو نيومون، تمام. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن كونسوليديشن، بس المره دي بيبقى ايه؟ جلوبيولر، يعني واخد اكتر من لوب، وكمان بيبقى بايلاترال على الناحيتين، وكمان بيبقى باتشي، عباره عن ايه؟ عباره عن بطش، عباره عن ايه؟ بالشكل ده كده بطش، ماشي؟ ممكن ياخد كمان برونكاي معاه، عشان كده بنسميه برونكو نيومونيو، برونكو يعني واخد حته برونكاي، ماشي. الكوز اورجانيزم زي التاني برضه، بكتيريا، فيروس، فانجاي، بارازايت، ميكوبلازما، ريكيتسيا. بكتيريا زي مين؟ جرام بوست كوكاي، زي مين؟ زي الاستاف وستريبت، هنقول امثله. طيب الجرام نوجيت زي مين؟ اتش انفلونزا، كيتسيل، فلومونس، ديونيلا، الانيروب، بكتيريا لا هوائيه، تمام. المايكوبكتيريوم تي بي، الفيروس زي انفلونزا، ريسبيرتوري سينسيشيال فيروس، السيتوميجالو فيروس، المايكوبلازما، الكلاميديا، الريكيتسيا. دول بيعملوا حاجه اسمها الاتيبيكال نيمونيا، هنشرحها دلوقتي. طيب في ريكيتسيا، في فنجاي زي الهيستوبلازما، الكانديلا، الاسبرجيلوس، البروتوزوا زي مين؟ النيوموسيستس كرانياي، قلنا بتحصل في الاميون كومبرمايز بيشن، الناس المناعه قليله عندهم، زي مثلا واحد بياخد كورتيكوسترويد، واحد عنده ايدز، واحد عنده مالينسي، ماشي. البارازايت زي مين؟ زي الفلاريا، توكسوبلازما، سكارز. البريز بوينت فاكتور، ايه الحاجات اللي تسهل حدوث البرونكو نيمونيا؟ الايدج، هناك كنا بنقول، هناك في اللوبر نيمونيا كنا بنقول الميدل ايدج، هنا بقى الاكستريم اوف ايدج، يعني يا اما صغير قوي يا اما كبير قوي، تشيلدرن والادري. طيب الاندرلاين تشيست ديزيز، الاندرلاين تشيست ديزيز زي كورونيك برونكايتس. ليه بنقول كورونيك برونكايتس؟ احنا قلنا اسمها برونكو نيمونيا، يعني بتضرب البرونكاي. يبقى اذا لازم يكون في مرض من البدايه، في مرض من البدايه سهل حدوث البرونكو نيمونيا. يبقى اذا في حاجه لازم تكون ضربت البرونكاي، زي مين؟ زي كورونيك برونكايتس. الاميونتي، اي حاجه تقلل الاميونتي زي مثلا مال نيوتريشن، الهايبوسبيرينزم، واحنا قلنا ليه هايبوسبيرينزم؟ لان السبيرين كان بيكسر، السبيرين كان بيكسر الكابسيولات الاورجانيزم زي النيوموكوكاي. لو حصل مثلا انه شال السبيرين، او عنده مثلا سبيرينك انفاركشن، او عنده مشكله في السبيرين، السبيرين وظيفته اختلت، فبدا الكابسيولات الاورجانيزم زي النيوموكوكاي تخش وتشتغل في الجسم وتعمل ايه؟ نيموني. طيب الانفايرمنت زي الكولد ويذر والاوفر كراودنج اللي هو الايه؟ بتسهل حدوث الانفكشن. طيب الهوسبيتالايزد بيشنت، عشان المناعه بتاعتهم ايه؟ قليله، وكمان الريزيستنت بكتيريا تبقى موجوده في الايه؟ في المستشفيات. الباثولوجي قال اللوكيشن بتاعه او الساين بتاعه بيبقى بايلاترال في الناحيتين، رايت وليفت، ماشي، وباتشي عباره عن بطش، عباره عن ايه؟ بطش كده، تمام. مالتيبل بيو، بياخد اكتر من ايه؟ بياخد اكتر من لوب، ماشي. ممكن كمان بيأفكت مين؟ البرونكيول كمان، عشان كده بنسميه برونكو نيومونيا، ماشي. الليشن بتاعه بيبقى لوبيولار، تمام، بيبقى برونكيولايتس وبرونكايتس، بيضرب معاه بايه؟ البرونكاي، ماشي. مقارنة ما بين اللوبر واللوبيلر، اللوبر والبرونكونيمونيا، تمام؟ هنختار كلمة إيه؟ أدي إيه؟ بي، سي، دي، وبداية ونهاية، تمام؟ البداية اللي هي اسمها الأونست، والنهاية أوفست. البداية هنا أكيوت، هنا جرادوال،
تمام؟ كنا بناخدها في الهيستوري، نساله بدات معاك بالتدريج ولا مره واحده؟ مره واحده يعني اكيوت، بالتدريج يعني ايه جراديوال، ماشي؟ الاوفست كرايسز لايز يعني بتخف مره واحده، هنا بتخف مره واحده، اما اللايسز بتخف بالتدريج. كنا قلنا في الفيفر في اللوبر نيمونيا بت ايه بت ابربتلي باي كرايسز، يعني ايه؟ يعني بتخف مره واحده صادم، اما هنا لايسز يعني جراديوال، تمام؟ ماشي. يبقى هنا الكلمه السر هنا بسرعه اكيوت، الكلمه السر هنا ايه جراديوال براحتها، برضه بتخف مره واحده، دي بتخف ايه على مهلها. طيب الايج هنا الميدل ايج، الاي ايج، تمام؟ الميدل ايج ولا هنا الاكستريم اوف ايج. طيب البي احنا قلنا الاي ايج، البي تبقى ايه؟ الباثولوجي، الباثولوجي هنا لوبر واخده فص، هنا لوبيولر واخده فصوص كتيره عباره عن باتشي، بتاخد كمان برونكاي معاها، تمام؟ طيب السي كوميونيكيشن، هنا لوس كومن، هنا مور كومن، ممكن يحصل ايه كوميونيكيشن في اكتر في برونكونيمونيا، تمام؟ ممكن يحصل سبريد اكسترا بالمونري يعني، ماشي. الشيست اكس السي الثانيه شي تشيست اكس راي، هنا لوبر، هنا باتشي كونسوليديشن. نبص كده على على الاكس راي، دي هتبقى ايه؟ دي هتبقى لوبر واخده فصه، تمام؟ واخده فص. طب دي نبص كده مع بعض، بطش، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، نقط البيضه دي هي دي هي البورك ليمون. ما اقدرش احدد لوب، ما اقدرش احدد حته واحده، متنطره كل حته، تمام؟ وتبقى ايه على الناحيتين رايت ليفت، تمام؟ واحده كمان ها، باتش، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، كتير قوي، كتير كتير، باتش على الناحيتين رايت وايه رايت وليفت باي لاترال، تمام؟ ماشي. نبص كده على الجدول الثاني، الدي الديوريشن، الدي الديوريشن هنا 1 ويك اسبوع، اما هنا ايه اسبوعين، تمام؟ يبقى البدايه اوف الاونست هنا اكيوت جرادوال، النهايه اوفست هنا كرايسز، هنا لايسز، هنا بتخف مراحل، هنا بتخف تدريج، الاي اتش ميدل واكستريم اوف اتش، البي باثولوجي هنا لوبر، هنا لوبر معاها ايه برونكيو برونكاي، السي الثانيه سي كومبليكيشن ليس كومن مور كومن، الشيست اكس راي هنا لوبر، هنا لوبر بره معاها الباتش، الباتش يعني بطش باي لاترال، وبالكامل تاخد معاها البروكون، الدي ديوريشن هنا 1 ويك، هنا 2 ويك، ماشي. التريتمنت نفس الكلام اللي احنا قلناه في اللوبر، بس هنقول ايه سبيسيفيك تريتمنت، الانتي بايوتيك على حسب الاورجانيزم، لان هنا الاورجانيزم هتبقى كتيره قوي، هناخدها بالتفصيل دلوقتي، كل بكتيريا هتبقى ليها انتي بايوتيك معين، تمام؟ زي مين بقى؟ مش احنا قلنا في سبيسيفيك بكتيريا، نركز مع بعض بقى. الاستاف فرضا جه في الامتحان قال لي ديسكاس الستافيلوكوكال نيموني او الستافيلوكوكال برونكو نيموني، هقول له نفس الكلام، هشرح له برونكو نيموني، ولكن هقول له الكلمه المميزه تحت كل اورجانيزم. الاستاف بتحصل اكتر في الهوسبيتالايزد بيشن، لو واحد في المستشفى، تمام؟ بتحصل اكتر، بتعمل ابسس، بتعمل ايه ابسس؟ يعني بتبقى كافيتي كده جواها ايه صديد، ماشي؟ تبقى ايه ابسس، ممكن يحصل ايه امباييما، ممكن يحصل بلورال افيوشن وعليه سكندري انفكشن فتعمل امباييما، ماشي؟ طيب هنا ممكن تعمل سيبتسيميا، يعني البكتيريا تطلع توكسين وتتفسح في الجسم، تضرب كل الجسم كله، تعمل دي اي سي، تعمل شوك، تعمل اكيوت اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم او الاردس، تمام؟ تمام. التريتمنت اللي عليها بنعليها عليها بالكلوكساسيلين والفانكومايسين، تمام؟ يبقى لما اجي اشرح ستافيلوكوكا برونكونوني هشرح البرونكونيوميا بالتفصيل، وهقول الكلمتين اللي تحت الاستاف اللي هم هوسبيتالايز وابسس، تمام، وسيبتسيميا، وبنعالجها بالكلوكسازين وبانكومايسن. طيب فرضا قال لي ستريبتوكوكال، نفس الكلام، بس هنا بتعمل توكسيميا، توكسيميا زي الدفتيريا كده، بتعمل ايه توكسيميا، تمام، وبنعالجها بالمنسلين جي او اريثرومايسن، تمام. طب حاجه اسمها الفريد لينرز نيموني او الكليبسيلين، يبقى الكليبسيلين نيموني الاسم الثاني بتاعها الفريد لينرز نيموني، ماشي، برضه نفس الكلام، بس هنقول الحاجات المميزه اللي هي ايه الايبيكال، يعني بتضرب الايبكس، اللنج بتحب الايه، بتحب الايبكس بتاع اللنج، بتحب الايه الايبكس بتاع اللنج، ماشي. بتعمل ابسس زي الستاف، بتعمل ايه، بتعمل ابسس، ماشي. طيب هنا بقى بتعمل ايه السبيوتم، ده اللي بيطلع بيبقى فيزن، بيبقى لزج قوي، ليه؟ لان انك الكلبسيل رخمه شويه، تيجي على كفر على اسمها على الكفر ريسبتور وتعمل لها اريتيشن جامد قوي، تيجي على الجولد سيل والميوكس سكريت جلاند وتعمل لها اريتيشن جامد قوي، تمام؟ وتعمل كمان ايه فرقعه للكبد، فتعمل ايه براد سكن سبيوتم، وتبقى فيزن سبيوتم وريحته وحشه، ماشي. التريتمنت اديها امين جلايكوزايد واديها ستيتال سكور. هنا بقى الامين جلايكوزايد بيقول لك ان الامين والجلايكوزايد، في ناس بتقول ان احنا ما ينفعش نديه اقل من 18 سنه عشان بيضرب الدرجه الرشق، فبيأثر على النمو يعني، ماشي؟ بيعمل كمان اوتو توكسيسيتي ونيفرو توكسيسيتي. ماشي، حاجه اسمها الليجيونيلا. الليجيونيلا نوعية اسم التاني بتاعها ليجيونير ديزيز، تحصل في اوت بريك وباء او سبوراديك، تمام؟ تحصل اكتر في التكييفات، بتحب تعيش في ايه؟ بتأندح شويه شويه، بتحب تعيش في التكييفات، الكولينج سيستم، ماشي؟ ماشي، بتضرب مالتي سيستم جنرال، فاهم اللي هو ايه، فيفر انوركسيا ديكومريز برايو بيبدا يرتعش. طيب تشيست تعمل كف في الاول تبقى دراي ناشفه، بعد كده تضرب الجبل السيل هتبقى ايه، هتبقى برودكتيف. تعمل ديسني مش عارف ياخد نفسه، تمام. جي اي تي نفده، العاده بتاعت نفده، ماشي. الهارت تعمل ايه، مايوكارديتس.
على سينس تعمل كونفيوشن يبدا يخرب كده، الرينال تعمل اكيوت ان فيلور ان ذا فورم اوف تيوبيولار، يعني تضرب التيوبيول مش الجلوميرولار، ما اللي تحب تضرب التيوبيول تعمل اكيوت تيوبيولار نيكروزس وتعمل اكيوت رينال فيلور. الانفستيجيشن شوف الاشيست اكس راي، هنا بقى رخمه شويه، بتعمل لوبر وبرونكو نيموني، تعمل الاثنين، تعمل لوبر وبرونكو ايه نيموني ماشي، لو لوبر يبقى فص واحد، لو البرونكو يبقى باي لاترال باتش ماشي. السبيوتم بنظبط هنا بس الصبغه بتاعت الصبغه بتاعت بكتيريا دي مميزه شويه، حاجه اسمها الجيمنز، الجيمنز ستي تمام، دي ام سي كيو الجيمنز ستي. السبيرولوجي هل الانتي بودي، الانتي بودي اجينست اجينست ايه، لما اجي عليها عليها بالكلاريزترومايسين والسيبروفلوكساسين. طيب نون بكتيريا ده كان ايه البكتيريا، في حاجات تانيه ممكن ما تبقاش بكتيريا زي ما زي فيروس زي مايكوبلازم زي كلاميديا تمام، زي بروتوزوا تمام، زي فانجاي، هي نون بكتيريا ماشي، زي مين زي مثلا فايرال مثلا زي انفلونزا زي سايتوميجيرا فيروس ريسبيراتوري سينسيشن فيروس ماشي، تعمل ايه فلولايد اللي هو الفيبر انوركسيا ولا الهليكوميا العادي بتاعنا الشيست سيمتوم الدراي كوف الديسنيا تمام. طيب انفستيجيشن هنا بتعمل ايه برونكو نيمونيا، بتعمل ايه باي لاترال باتش ماشي. استرولوجي هل في انتي بودي ماشي، استرولوجي هل انتي بودي، تريتمنت انتي فايرال زي مين زي الريبابرين تمام الريبابرين ماشي. طب الاتيبيكال نيمونيا، الاتيبيكال غالبا بتبقى السبب بتاعها مايكوبلازما او كلاميديا او ريكيتسيا، بالاخص هنا مايكوبلازما ماشي، بتبقى جراديوال بتبدا بتدريج، الكف بتبقى دراي الاول ناشفه بعد كده تبقى بلدم. هنا هنرص نفس الكلام، هو برضه الكف شيست بين ديسنيا نفس الكلام اللي بترص على طول تمام، بس هنا مميز هنا الاكسترا بالمودال، هنا الجنرال فاهم عادي السكين بتاعها، السكين تضرب السكين تعمل حاجه اسمها الريتيما مالتيبول، بتبقى عباره عن حته كده ايه اليفيتد من السكين تبقى لونها احمر تمام، بتبقى بالشكل ده كده الريتيما مالتيبول بالشكل ده تمام، لونها احمر كده في النص حته كده شبه الصديد كده تمام، حته ابه فوق السكين شويه اليفيتد ولونها احمر تمام، الريتيما مالتيبول ماشي. تمام على مستوى البلد بيتكون اوتو انتي بودي، اوتو انتي بودي اجينست الار بي سيز، فيعمل اوتو اميون هيموليتيك انيميا. اسالك الاوتو اميون هيموليتيك انيميا ده اللي بيتكون بيبقى غريب شويه، بيكسر الار بي سيز ولكن عند كولد تمبريتشر، يعني لما الدنيا تبقى ساقعه، لما الدنيا تبقى ساقعه يبدا الاوتو انتي بودي ده يكسر في الار بي سيز، طول ما الدنيا دافيه مش هيحصل حاجه، لما الدنيا تسقع يبدا ايه يحصل الاوتو انتي بودي ده يكسر في الار بي سيز، نسميه الاوتو اميون هيموليتيك انيميا الكولد اجليجيتنيشن، يعني يعمل اجليجيتنيشن في الكولد تمبريتشر على مستوى سي ان اس، يعمل ايه؟ مننجايتس وانتفاليتس ماشي. الانفستيجيشن حاجه اسمها جراوند ديلس ابيرنس او باي لاترال باتشي اوباسيتي، بالشكل ده كده باي لاترال باتشي اوباسيتي تمام، باي لاترال باتشي اوباسيتي ماشي. التريتمنت التريتمنت الكلاريترومايسين والتيتراسيكلين. طيب انا جايب دي شرحناها قبل كده بس انا جايبها ليه؟ احنا قلنا المره اللي فاتت في التسجيل اللي فات قلنا لو قال لك مثلا ديسكاس الكوميونيتي اكواير هنشرح النيومونيا، بس هنقول بقى الكوميونيتي اكواير انهي اورجانيزم اللي بيعملها، الستريب هنشرح الستريب في نيومونيا، هنقول الكلام اللي تحت الستريب لسه دلوقتي، وهنقول الكلام اللي تحت اللي تحت الليجونيلا، والكلام اللي تحت الميكوبلازما، الكلام اللي تحت الكلاميديا وهكذا تمام. يبقى نقول كل اورجانيزم لوحده على حده ونقول الكلام المميز اللي تحت، وبعدين نشرح النيومونيا زي ما احنا ماشيين تمام. لو قال لك الهوسبيتال اكواير يبقى نشرح الستريب، هنشرح الكلبسين تمام. لو مثلا اسبيريشن نشرح هنا ايه الاستاف، نشرح الكليبسيد، يبقى نعرف كل اورجانيزم بيعمل ايه ونشرح الكلمتين بتاعته ماشي. حاجه اسمها الووكينج نيومونيا، الووكينج نيومونيا ليه بيسموها ووكينج؟ لان النيومونيا بصفه عامه التهاب الرئوي ده بيرقد في السرير، يعني الشخص اللي عنده التهاب الرئوي ده بينام بيقعد بيرقد في السرير، اما قال لك هنا النيومونيا ده اللي بتيجي للشخص ده بتبقى مايلد خفيفه شويه، فبيبقى يعني عادي تحس ان انا عنده برد عادي، يعني ايه ماشي في الشارع عادي خالص ما فيش اي مشكله، بتبقى ايه فبالتالي مش بتحتاج ان هو ترقده في السرير، يمشي عادي، فبنسميها ووكينج نيمونيا، بتبقى مايلد فورم تمام، ممكن ما يبقاش عنده فيفر، ممكن ما يبقاش عنده سخونيه، دونت نيد هوسبيتاليزيشن، مش محتاج يروح المستشفى. طيب الاورجانيزم بتاعها مايكوبلازما الكلاميديا والريكيتسيا تمام، ان ذا فورم ايه اتيبيكال نيمونيا، ففرضا قال لي اشرح الووكينج نيمونيا هشرح الاتيبيكال نيمونيا، يبقى هشرح ايه الاتيبيكال نيمونيا وهقول لك الكلمتين دول، ان هي بتحصل مايلد فور ما بيحصلش فيبر ما بتحتاجش مستشفى تمام. في عندك نيوموسيستس كرانيوم، نيوموسيستس كرانيوم دي بتبقى بروتوزوا، بروتوزوا بتيجي من الناس اللي مناعتهم قليله زي الاتش اي في، زي الميكروبيشن، زي واحد بياخد مثلا كورتيكوستيرويد او اي حاجه تقلل المناعه تمام، واحد عنده ماليجنسي ماشي، اورجانيزم تافه، اورجانيزم تافه مش بيتشطر الا على الضعيف ماشي. دايجنوزس بتعمل ايه؟ بتعمل برونكو نيمونيا باي لاترال باتشي بس تمام. طب ادور على الجسم ازاي؟ ممكن اخد مثلا بايوبسي،
بيبسي، او اخد حاجه اسمها البرونكو قلب درباش، بخش المنظار كده وبباح انسولين في البنكان، تمام، وبعدين اشفط السراج ده، وانا بشفط السراج بروح واخد مع الاورجانيزم، يعني بغسل البرونكاي، وراح ايه السراين اللي بينزل ده بيعمل الريجيشن، وروح واخد معاه الاورجانيزم بفحص بيه ايه، بفحص الاورجانيزم على ما اطلعه، تمام كده. طب التريتمنت الكوتروميكسازول والبنتا بنتاميدين، بس فكره ان الكوتروميكسازول بيعمل فوليك اسيد ديفيشنسي، فلازم اديه معاه فوليك اسيد. معلش في كلمه في الاطفال كده، انا برشح الشيست بطن واطفال مع بعض. طيب الاكزامينيشن في الاطفال قال لك ممكن الاقي ساينز اوف ريسبيراتوري ستريس، يقسموا الريسبيراتوري ستريس جريد 1 2 3 4. جريد 1 تاكيبني بينهج، ووركينج الانازاي، فتحه المناخير دي، فتحه المناخير دي اسمها الانازاي، تبدا ايه يحصل ايه، تتحرك يمين وشمال كده، مش عارف ياخد نفسه، فبنسميها الوركينج الانازاي، دي تعتبر من الاكسسوري ماسل، حركه الانازاي دي يعني ايه كمجهود منه انه يدخل هواء اكتر يعني. ريتراكشن ممكن يكون انتركستر، ممكن يكون سب كوستر، ممكن يكون سب، ممكن يكون سوبر ستيرنال او سوبر او انفراكاتيكال، ماشي. جريد 3 جرانت يبدا ينت، تمام. جريد 4 ساينوزس يبدا يدرق، ماشي. برضه كلمه في الاطفال كده، ولكن الديفرنشال ديجنوزس، البكتيريا نيمونيا قسموها ايه، نيموكوكاي ستريب الستاف اتش انفلونزا الكليبسيلا. دي ليه انا جايبها؟ عشان لو جه سؤال في الاطفال مثلا قال لك اشرح لي النيموكوكاي، او اشرح لي الستريب كوكا، او الستاف، الحاجات دي، او ممكن تيجي في الكيسز، هقول برضه هشرح نفس الحكايه اللوبر والبرونكو زي ما احنا ماشيين عليه، بس هنقول كلمتين مميزين زي ما عملنا في البطن هنعملها في الاطفال. ايه الكلمتين المميزين؟ هنا على مستوى الانسلنس والكيميكال بيكتشر والاكس راي وايه والدرجه اوف تشويس. طيب الانسلنس بتحصل اكتر في الاطفال اللي عندهم اقل من 4 سنين، هنا الستريب بتحصل من 3 ل 5 سنين، الستاف اقل من سنه، الاتش انفلونزا اقل من 3 سنين. الكليبسيلا دي بتضرب الاطفال اللي عندهم امراض مزمنه، زي مثلا واحد عنده مال نيوتريشن، واحد عنده مالجنسي. ماشي. النيموكوكار بتحب تعمل منينجز، تمام؟ طيب عند الستاف تعمل كومبليكيشن. طيب الكليبسيلا بتزود الفيتاليتي، المورتاليتي ريت، الاطفال اللي بيجيلهم كليبسيلا غالبا بيموتوا، ماشي. الاكس راي، الاكس راي كلهم بيعملوا اوفر برونكو ما عدا، كلهم تاني كده كلهم بيعملوا اوفر برونكو ما عدا الستريب بتعمل برونكو، الستريب بتعمل ايه برونكو، تمام. ماشي. قال لك اسمها ايه، الكليبسيلا تعمل اوفر، ماشي، الكليبسيلا تعمل ايه اوفر، ماشي. برضه في حاجه تانيه، كلهم ممكن يعملوا بلورال فيوشن، بلورال فيوشن تجمع ميه في البلورال ما عدا الستريب، ممكن تعمل ايه، ممكن تعمل نيوماتوسيل، نيوماتوسيل عباره عن كافيتي كده جواها بص، نيوماتوسيل، ماشي. طيب برضه الكليبسيلا ممكن تعمل نفس، بس فكره نيوماتوسيل دي لو جت الكيسه نيوماتوسيل يعني ستاف، نيوماتوسيل ستاف. الدرجه بتقول لو نيوكوكاي يبقى بنسلين بانكومايس، الستريب يبقى بنسلين، الستاف يبقى كولوكسيسيلين بانكومايس، الاتش انفلونزا الثيرد جنريشن ترانسبور، الكليبسيلا يبقى الاميكاسين والميروبينين.